نعم عادل، يحضر معنا واحد من كبار صناع هذا الانجاز التاريخي للرياضه الوطنيه، سي فوزي القجع. اكيد ممكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهدي النصيب، برافو شابو هنا من عندي. اكيد شيء رائع اليوم. المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي، اولا خصنا نهديوه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله، سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا خدينا الطريق الصحيح والحمد لله. والفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكاس العالم، وهذا بطبيعه الحال اكبر واحسن هديه للجمهور المغربي المتعطش والواقف الى جانب هذا الفريق، ولكن ايضا هي هديه لكل الجماهير العربيه والافريقيه والمغاربيه اينما كانت والتي تساند وتشجع الفريق الوطني. اعتبر بان الفريق الوطني اليوم جسد البعد الثقافي والتاريخي لمملكه عظيمه تاريخها 12 قرنا وعلى قيادتها ملك عظيم وجمهور وشعب كبير وعظيم. هنيئا لنا، هنيئا لنا. كانت هذه كلمات رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم السيد فوزي القجع. يصعب مره اخرى نقول لك يصعب وصف ما يجري هنا في منطقه التصريحات، حدث عظيم. هنيئا للمغرب ملكا وشعبا، هنيئا للكل، اجيال كثيره ستفتخر بهذا اليوم التاريخي لكره القدم المغربيه.